نشرع جولتنا في قراءة أبرز عناوين الصحف الآسيوية الصادرة اليوم من الصين، حيث أفادت بيبول ديلي أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي أكد أن الصين تدعم قرغيزستان في الحفاظ على الاستقرار السياسي والتناغم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية المستدامة، مضيفا أن الصين طالما كانت الشريك التعاوني الاستراتيجي الأكثر موثوقية لقرغيزستان. وأبرزت الصحيفة أن وانغ ذكر خلال لقائه وزير خارجية قرغيزستان جين بي كولوبييف يوم الثلاثاء على هامش الاجتماع الثالث لوزراء خارجية الصين زائد آسيا الوسطى أنه يتعين على البلدين اتباع التوافق الهام الذي توصل إليه رئيس البلدين واغتنام فرصة الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية لدفع العلاقات الثنائية قدما بطريقة مستدامة. وفي الهند، أفادت صحيفة هندوستان تايمز أن الاقتصاد الهندي يمكن أن يتغلب على التحديات العالمية الخطيرة مثل كوفيد-19 وارتفاع التضخم بسبب الحرب في أوكرانيا بفضل الإجراءات السياسية التي اتخذت قبل وقت طويل من بدء الجائحة. ونقلت اليومية عن وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيترامان أن هذه الإجراءات تشمل الإصلاحات المصرفية وتخفيضات ضرائب الشركات والرقمنة وتنفيذ ضريبة السلع والخدمات وقانون الإعصار والإفلاس. وفي تايلاند، ذكرت صحيفة بانكوك بوست أن إدارة بانكوك الحضارية ستستدعي حوالي 1000 سجين لتنظيف مجاري العاصمة في محاولة للحد من مخاطر الفيضانات خلال موسم الأمطار. وفي ماليزيا، أوردت صحيفة ذا ستار أن ماليزيا اتخذت تدابير وقائية لحماية سكانها من تفشي محتمل لمرض جدري القردة. وقال وزير الصحة خير جمال الدين من بين الخطوات التي يجب اتباعها مراقبة الحالات والإبلاغ عنها وأخذ العينات والبحث وإدارة الحالات، فضلا عن مراقبة الحالات المخالطة في البوابات الدولية مثل المطارات.